اهلا اهلا، وصفه جديده مع ضيفنا الجديد رز مشخور. تبارك الرحمن، تعالوا انا وياكم بس بوريكم اياه من جوا قبل ما نبدا. على فكره يا بنات، ترى له اكثر من شهرين عندي او شهر ونص وانا اجربه. شيء راعين الكبسات لا يفوتكم. تعالوا نشوفه من جوا ونبدا. بسم الله، راح نبدا نحمس البصل. اول شيء سخنت القدر وراح اضيف هنا كمية وفيرة من الزيت. ليش كمية وفيرة؟ لأني راح أحط كمية وفيرة من البصل. ما أدري أنا قلت لكم اسم الوصفة ولا لا، ترى يمكن من الخرشة نسيت. راح نسوي أنا وياكم مكتوم الدجاج، وصفة يمانية. يقال إنها يمانية، تشرت عندنا حتى إحنا بالمطاعم الشعبية السعودية، لكن هي يقال إنها وصفة يمانية. راح نستمر بتقليب البصل لحد ما يعطيني اللون الذهبي اللي على بني، بس انتبهوا لا يحرق. بستمر بتقليبه وبعدين نرجع لكم بعد ما يغمق اللون. شايفين لون البصل؟ ممكن تخلونه بهالشكل او ممكن بعد زياده شوي، يعني لو زياده تكه ما يضر. راح اضيف له الان عندي هنا معجون الصلصه واستمر بالتقليب لحد ما يطلع عندي زيت الصلصه. عندي هنا البهارات العدله، ما انتم شايفين عود دارسين وليمونتين مفتوحه ومسمار. اهم نقطه بالطبخ بالوصفه حقتنا المسمار. راح اضيف البهارات الناعمه، عندي شويه هيل وشويه كركم وبهارات مشكله، اي نوع بهارات مشكله انتم معتمدينها. بعد ما تسبكت كل هالمقادير مع بعض، راح اضيف طماطه كبيره مبشوره واحركها شوي، وبعدين راح اغطيه اخليه يتسبك مع بعض. بعد ما تسبك عندي الطماط والصلصة والبهارات، راح أضيف الدجاج. عندنا دجاجة واحدة نقطعها إلى 8 أجزاء مع الجلد حقها المكتوم، يسوونه كذا. وراح أقلبها وأتركها على نار هادية تقريبا أبو 10 دقائق. راح نترك الدجاج تقريبا 10 دقائق يتسبك مع الصلصة والطماط والبهارات، وبعدين نرجع لكم. وتسبك عندنا الدجاج، وراح نضيف الآن أضيف الملح وراح أضيف الماية الحارة. راح أترك يا بنات تقريبا 20 دقيقة لحد ما نقول يستوي 100%، لأن أصلا بنكبس عليه الرز، بس ودي تشمون الريحة. تبارك الرحمن، قرب دجاجنا يستوي وتعالوا نكب الرز. بس قبل تعالوا أوريكم حبة الرز تبارك الرحمن بعد النقع. ملاحظين شيء يا بنات؟ لي شهر وزيادة وأنا أجربه، اعتمدوا بمعنى الكلمة يا بنات. ودي تصلكم الريحة تبارك الرحمن. شلت الموية الزايدة من الرز ونكبه ونتركها يتشارب أول 10 دقائق، هذه القاعدة، على نار عالية. وبعدين يا بنات نجلس أبو 20 دقيقة نص ساعة نار هادئة يترسى، ونرجع لكم بعدها. المفروض يا بنات إن الفلفل الحار يكون مع وقت الطبخ وقت الحمس، بس أساس ما ينفتح خليته على الوجه. المفروض يا بنات ان الفلفل الحار يكون وقت الحمس وقت الطبخ، يعني اساس ياخذ الريحه والنكهه، لكن انا خفت انه ينفتح فخليته على الوجه. شوفوا يا بنات قبل بس ما اغرف، تبارك الرحمن انتم شايفين شلون نثري؟ اسمعوا الصوت تبارك الرحمن، شوفوا الحبه، شوفوا اللون، فعلا فعلا هذه المتشابيس. ضروري يا بنات تجربونه، كنا دائما ناخذه وناكله من المطاعم، لكن يوم سويته حسيت بالفرق بالطعم، شيء خرافة خرافة.